أقفلت معظم مسارح المدينة وسكنت شارع الحمرة ظلمة وفراغ بدلا من هويته التي قيل فيها يوما إنها منبع الثقافة في المنطقة. نجا الشارع الذي استقطب فنانين ومثقفين وطلبة من تداعيات الحرب الأهلية، لكنه سقط بعد التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. حمرة كانت مميزة بكل المقاييس، على المستوى الكافيه تروتوار، المسارح، السينمات. يعني أنا بتذكر كنا صغار مع الوالي، لما تحل السينمات يعني مثل يوم الحشر تشوف العالم بالشارع، حقيقة كتف على كتف. وبعدين المسرحيات، ست فيروز كل مسرحياتها بالبيكاديلي، مسرح المدينة الست نضال، زياد رحباني بالجون دارك. رواده اليوم قلة، معظمهم سياح جدد يجوبون أرصفته، أرصفة كانت يوما مقاعد جلس عليها طالب علم وثقافة، فإذا بها اليوم تمتلئ بأجساد المشردين وأغراضهم، وتعج في فضائه أصوات متسولين باتت أعدادهم أكبر من قدرة الأجهزة الأمنية على معالجة ظاهرتهم. الحمرة كانت 24-24، تصور الساعة 1-2 بالليل ما تقدر تحط إجرك، 1-2 بالليل المقاهي، كل الأدباء الشعراء المثقفين بالعالم العربي والأجنبي كانوا يلتقوا، الهورشو، الكوستا، حالياً الروسا. هي أمنياتنا، برجع بقول لك نحن همنا الوحيد عندنا مشكلة عم نعاني منها هي قصة المتسولين. أقفلت المقاهي التي شهدت طاولاتها جدالات فكرية وشهادات نضال عبر، هجرها روادها مع تبدل وجهها السياسي، وحلت مكانها مقاه تلبي رغبات السياح وفي المقدمة النرجيلة، فيما تحولت أخرى إلى محال لبيع ملابس وأحذية لماركات عالمية. بسبب ما حدث بسبع أيار والتغيير السياسي بهذا الشارع، نزح العديد من هؤلاء الرواد إلى مقاهي أخرى، منها شارع بدارو على سبيل المثال والأشرفية اللي بيعتبروها أكثر أمانا. الحمر الذي قيل فيه إنه شارع الحداثة والعراقة، فإذا بالفوضى التي تعم البلاد تسحب من قلبه النبض وتحوله إلى شارع للأشباح. كثيرون يأسفون لما آل إليه وضع هذا الشارع، وقد فقدوا الأمل بإعادة إحيائه طالما أن رواده عثروا على مكان بديل واستوطنوا فيه بحثا عما يشبه أمزجتهم وإن تبدلت قليلا. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، من شارع الحمرة في بيروت.